إعداد الرسم. الوثب إلى التقاطع الظاهر. Apparent intersection. نستكمل في هذه الدروس أوامر الوثب أو التجاذب، وهي من الأوامر المساعدة لعمليات الرسم. يساعد خيار التقاطع الظاهر على وثب المؤشر إلى النقطة التي يتقاطع فيها كائنان فيما لو مددناهما. شغل أمر، line، اكتب app، ثم أو اختر apparent intersection من قائمة وثب الكائنات. اقترب من الكائن الأول وانتظر حتى يظهر تلميح تقاطع ظاهر ممدد، ثم اضغط فوقه بزر الفأرة الأيسر. اقترب من الخط الثاني وانتظر حتى يظهر تلميح التقاطع، وهو عبارة عن علامة الضرب، ثم اضغط بزر الفأرة الأيسر.